عارف انت الم والتهاب الاعصاب بيكون شعور مزعج جدا، صح؟ خصوصا لو ما لحقتش الموضوع في الاول، علشان بيسبب احساس بالوغز والالم والحرقان والشكشكه والخضران والتنميل، سواء كان في الايدين او حتى في القدمين، اللي هو التهاب في الاعصاب الطرفيه، او حتى كمان ضعف في العضلات اللي هو وهم في العضلات ورعشه احيانا. واكيد كل الاعراض دي بتؤثر على يومك وشغلك وحياتك ككل. الاخطر بقى لو تجاهلت وتفاقم الامر وحصل معاك تلف الاعصاب، دي بتكون مشكله كبيره. فعلشان كده في حلقه النهارده تعالوا نعرف مع بعض اشهر 9 علامات لبدايه تلف الاعصاب. يعني العلامات دي بتقول لك الحق نفسك قبل ما يحصل عندك تلف الاعصاب. بالاضافه كمان هعرفكم ايه هي الخطوات الاستباقيه ازاي تلحق نفسك قبل حدوث المشكله من الاساس. فعلشان نعرف كل التفاصيل بعد اذنكم ركزوا معايا جدا جدا، لانها هتكون حلقه مهمه قوي ومفيده. الاعصاب عامله زي الكابلات الكهربائيه او مجموعه من الشبكه الكهربائيه اللي بتحمي الاشارات الكهربائيه في الجسم من والى الدماغ. ولكن للاسف في بعض الاحيان الاعصاب دي ممكن يحصل لها كده تتصاب او يحصل ضرر للفروع الصغيره للاعصاب دي، واكيد الكلام ده هينعكس بحاجات سلبيه، يعني هيسبب احساس مؤلم جدا زي الوغز والحرقان والشكشكه والتنميل والم شديد والتهاب، خصوصا في حاله ضغط على العصب. ومن هنا تعالوا نتعرف مع بعض على اشهر العلامات لبدايه تلف الاعصاب. علشان كده يا عزيزي لازم تتوخى الحذر وتنتبه جدا للنقطة دي. رقم 1، ده شائع جدا بشكل كبير، زي الشكشكة أو وغز الإبر، واللي قد تشعر كأنه كده حرقان، تنميل، خضران، أو حتى ألم حاد في أجزاء مختلفة من الجسم. فهنا من المحتمل يا عزيزي أنت بتعاني من نوع من تلف الأعصاب اللي بتسمى الحالة دي بالاعتلال العصبي أو بالتنمل. والمشكلة هنا حصلت ليه أساسا أو إيه سببها؟ ناتجة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم. الكلام ده بيؤدي الى تلف الاوعيه الدمويه الصغيره المتصله بالاعصاب عندك، خاصه في القدمين واصابع القدمين او حتى كمان منطقه الايدين، اللي اصلا بيكون احساس مؤلم جدا وشعور مزعج. رقم 2، من الاعراض الالم اللي بيمتد على طول الساق، زي مشكله عرق النسا اللي اصلا بيكون فيها مجموعه من الاعصاب الحسيه الكبيره المختلفه اللي اصلا بتطلع او بتتدفق لاسفل امام الجانب والجزء الخلفي من الساق. مجموعه الاعصاب دي كلها بترتبط بالعمود الفقري، ولكن للاسف في بعض الاحيان ممكن ينتفخ القرص اللي بيكون موجود في العمود الفقري للخارج، في حين انتفخ القرص ده ممكن يؤدي ان هو يقرص او يضغط على احد الاعصاب ويسبب لك مشكله كبيره، يسبب احساس صعب او حتى ممكن الم حاد. الالم ده بيمتد لمنطقه الارداف واسفلها من الساق للفخذ، والالم ده بيكون في الجانب الامامي او الخلفي من الساق، واحيانا بتشعر كده بالخضران بيكون قريب من الركبه. طب الحل للمشكله دي بتعمل ايه؟ انك تتابع مع اخصائي علاج طبيعي علشان يديلك افضل التمارين ويساعدك في علاج المشكله دي، او حتى كمان يخفف من الضغط على العمود الفقري. رقم 3، من الاعراض مشكله الدوار اللي اصلا بيكون سببها وجود كريستال صغيره من عنصر الكالسيوم تحديدا في الاذن الداخليه. التراكم بتاعها ده بيتسبب في ارسال اشارات عصبيه غير صحيحه، اشارات عصبيه مضطربه للمخ، وبيبدا الشعور بالدوار الشديد. وفي بعض الاحيان بيكون سببها التهاب او عدوى في الاذن الداخليه اللي قد يؤثر على العصب الدهليزي. وخليني اقول لك واطمنك ان الحالتين ليهم علاج. بالمناسبه كنت اتكلمت عن اقوى وافضل فيتامين يساعد في مشكله علاج الدوخه او الدوار، اللي ما شافش الحلقه دي هسيبها لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. رقم 4، من الاعراض فقدان حاسه الشم والتذوق، دي معناها وجود دلاله او علامه في وجود مشاكل عصبيه، لان اصلا في اعصاب بتقع خلف الجيوب الانفيه اسمها الاعصاب الشميه او اجهزه الاستشعار عندنا، دي بتساعدنا على التقاط الروائح المختلفه بشكل صحيح. وبالتالي خليني اقول لك ان العصب ده لو حصل له كده خلل، اضطراب، تلف بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم او حتى انخفاض حاد في مستويات الزنك في الجسم، وبالتالي هتفقد قدرتك على شم الروائح بشكل صحيح، لان اصلا الريحه مرتبطه بالتذوق اللي قد يؤثر في قدرتك على تذوق الطعام بشكل سليم. رقم 5، من الاعراض التعرق كثيرا او حتى ان كان قليل جدا اللي بيكون مرتبط بانواع معينه من تلف الاعصاب. نظامك العصبي بيتحكم في مقدار التعرق علشان يحافظ على درجه حراره الجسم ويخليها مستقره، ولكن الاعصاب اللي بتتحكم في التعرق حساسه جدا زي التوتر والعواطف والهرمونات، ولذا عدم التوازن في الجسم قد يسبب العرق الزياده او التعرق
الكتير. ولكن افضل حل للمشكله دي حاول تستخدم البنفوتيامين، فيتامين ب1 اللي بيكون دايم في الدهون، ده بيساعد بشكل كبير على اعاده التوازن بين الاجزاء المختلفه بالنسبه للجهاز العصبي. رقم 6 من الاعراض خفقان القلب، ونركز جدا في النقطه دي اللي اصلا بتشارك فيها الاعصاب اللا اراديه في ارسال واستقبال الاشارات الكهربائيه اللي بتتحكم في ضربات القلب وتحافظ على ايقاعها المنتظم اللي تعرف باسم البيس ميكر. وبالتالي خليني اقول لك، لو كان عندك نوع من المشاكل في العصب اللا ارادي، انت كده هتواجه مشكله خفقان القلب، يعني هتشعر كده زي رفرفه في القلب او في منطقه الصدر اللي بتروح وبتيجي، وعاده المشكله دي بتحصل بالليل، اللي اصلا بيكون سببها ايه؟ ناتج عن اهم العناصر الغذائيه زي نقص عنصر المغنيسيوم او حتى فيتامين ب12. طيب ليه يا عزيزي؟ لان اصلا العناصر الغذائيه دي مرتبطه بالاشارات العصبيه داخل القلب. وخليني اطمنك، لو انت كنت فعلا بتعاني من المشكله دي كنت عملت فيديو مهم جدا ازاي تقدر تخلص المشكله دي في اسرع وقت، هسيب لكم الفيديو ده اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وبفكرك قبل ما تنسى، لو فعلا بتستفيد من كل فيديوهاتي يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقه دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو حضرتك كنت لسه جديد بشوفت في القناه، اهلا وسهلا بحضرتك، انزل تحت عند علامه الاشتراك او السبسكرايب، اضغط عليها هتلاقي كده جنبها علامه الجرس او زر التنبيهات، اضغط علامه الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها اول باول. رقم 7 من الاعراض الرعشه، ودي بتكون من الحاجات الشائعه جدا لتلف الاعصاب اللي ممكن تحصل في الايدين او في الراس او حتى في الجزء المركزي من الجسم، وبالتالي ممكن تخلط ما بين الارتعاشات الاساسيه اللي هي الرعشه العاديه ومرض باركنسون اللي هو مرض المشاهير، اللي عاده دي بتكون بسبب تلف الاعصاب، بتكون ناتجه عن تلف الاعصاب بسبب نقص اهم العناصر الغذائيه زي فيتامين اي وفيتامين ب12. علشان تحد وتمنع المشكله دي من الاساس، استهلك فيتامين ب مع المغنيسيوم، وكمان استهلك حمض الكابريليك من زيت جوز الهند. رقم 8 من الاعراض وركزوا جدا فيها، تقطير البول، لان اصلا في اعصاب بتشارك في انقباض المثانه والاسترخاء لما تيجي تحتاج تتبول. لاحظت كده لما تيجي تبدا عمليه تقطير البول اللي بيحصل بتبقى كده في صعوبه مش قادر تضغط على الصمام واغلاقه باحكام عند الانتهاء، ده حتى كمان بيبقى في شعور مزعج جدا انك بتجري على الحمام بدون سابق انذار. غالبا الاشخاص دول بيستهلكوا كميات كبيره من الاطعمه غير الصحيه زي الاطعمه المكرره والسكريات مع المشكله دي، علشان الجلوكوز او السكر الزايد اللي بيكون موجود في الدم بيكون حوالين المثانه والجهاز البولي تحديدا، والمشكله دي ممكن تحصل بسبب وجود عدوى في المسالك البوليه او حتى مشكله في تضخم البروستاتا او مشكله في الكلى. رقم 9 من الاعراض توقف التنفس اثناء النوم، سليب ابنيا، انك بتتوقف عن التنفس، بتبدا في التنفس مره ثانيه بس بيكون بشكل متقطع اثناء النوم. من المحتمل يكون عندك نقص في واحد من اهم العناصر الغذائيه هو فيتامين ب1، فيتامين ب1 اللي بيسبب مشاكل في العصب الفكي اللي بيتحكم في الحجاب الحاجز عندك، وبالتالي عشان تقدر تتغلب على المشكله دي حاول تنظم او تحاول تقلل مستويات السكر في الدم، او كمان من خلال تناول ملعقه كبيره من الخميره الغذائيه لتعزيز فيتامين ب1. وبعد ما عرفنا اهم العلامات والاعراض لبدايه تلف الاعصاب، دلوقتي تعالوا ننتقل مع بعض للجزء اللي بعد كده، ازاي نعالج الاعصاب التلفه او ايه هي الخطوات الاستباقيه او ايه هو افضل الحلول وعلاج تلف الاعصاب. رقم 1 من خلال انك تقلل بشكل كبير من تناول الكربوهيدرات المكرره والاطعمه المصنعه والسكر الصريح والحلويات. صدقوني دول كلهم معظمهم بيعملوا ايه؟ بيتلفوا الاعصاب، بيسببوا الالتهاب في الجسم وبيأثروا بشكل كبير على فيتامين الاعصاب. فالاحسن انك تتبع نظام غذائي قليل الكربوهيدرات، ابدا في تناول الخضروات زي كده الخضروات الصلبيه زي الكرفس، براعم بروكسل، الملفوف والجرجير والقرنبيط، حتى كمان الخضروات الملونه، دول كلهم خضروات بيكونوا غنيين جدا باهم العناصر الغذائيه زي المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي بيساعدوا على توازن نسبه السكر في الدم وبيساعدوا على حمايه اعصابك او استعاده الاعصاب بتاعتك. الحاجه الثانيه، ابدا في تناول اهم مكمل غذائي هو البنفوتيامين اللي هو فيتامين ب1 اللي بيكون دايم في الدهون، على عكس الثيامين ده برضه فيتامين ب1 بس بيكون ووتر سولوبل، ولكن انا بتكلم عنه ده بيكون فات سولوبل بيدوب في الدهون. ناخده بتركيز 300 مللي جرام مرتين او 3 مرات، بيساعد على حمايه الاعصاب وبيعالج تلف الاعصاب. طب السؤال هنا، هو اصلا ليه مهم جدا لصحه الاعصاب والجهاز العصبي؟ علشان هو فات سولوبل يعني بيدوب في الدهون، وانت اصلا عندك الغشاء الميليني او الطبقه الخارجيه اللي بتحمي الاعصاب
دي طبقه دهنيه، ولذلك هو فات سولبل، بيقدر يخترق الغشاء المايليني وبالتالي بيحمي الاعصاب عندك وبيساعد على تجديدها. لان اصلا الطبقه الخارجيه دي او الغشاء المايليني ده لو حصل فيه كده مشكله او خلل هيؤثر بشكل كبير على صحه الاعصاب، وهتحس بقى بالشعور المزعج اللي هو الالم والوغز والحرقان والشكشكه وغيره. علشان كده البنفوتامين بيعتبر مكمل غذائي مهم جدا لصحة الأعصاب. رقم 3، عايزك تبدأ تتبع الصيام المتقطع، مهم جدا لصحة الجسم، بيحفز حاجتين مهمين. أول حاجة بيساعد على إصلاح الأعصاب التالفة أو بيساعد على تجديد الأعصاب. الحاجة التانية بيفعل ميزة الإتوفية، خاصية الالتهام الذاتي، بيبدل الخلايا القديمة بحاجات صحية. معظم اصلا مشاكل الاعصاب بتنتج عن تقلبات نسبه السكر في الدم، ولذلك الصيام المتقطع بيساعد على اصلاح الاعصاب وبيساعد على توازن نسبه السكر في الدم. انك تصوم 16 ساعه و8 ساعات تاكل فيهم الاخضر واليابس بس حاجات صحيه مع شرب الميه. الكلام ده بيعمل ايه؟ بيعزز عندك مضادات الاكسده اللي بتقدر تصلح وبتحمي الاعصاب. رقم 4، الاوميجا 3. لا حدث ولا حرج عن فوائد الاوميجا 3، مهمه جدا وفعاله لاصلاح الاعصاب التالفه، كمان مهمه جدا لصحه القلب والشرايين، مثبته علميا وبالدراسات انها من افضل مضادات الالتهاب ومضاد الاكسده، ولذلك مهمه جدا لصحه الجسم، غنيه جدا في السلمون البري والسردين والتونه والمكاريل وكمان المحار او كمان تناول زيت كبد سمك القد مره او مرتين في الاسبوع بيكفي الاحتياج بتاعك. خليني اقول لك ان معظم الاطعمه دي بتحتوي على احماض الاي بي اي والدي اتش اي اللي بيساعدوا بشكل كبير على تحسين اللدونه التشابكيه اللي بتساعد الخلايا العصبيه في التواصل خلال الدماغ والجهاز العصبي، بالاضافه كمان احماض الاوميجا 3 بتقلل الالتهاب بشكل كبير جدا في الجسم، بتقضي عليه وبتحفز الشفاء. رقم 5، حاول تركز بشكل كبير على جميع فيتامينات ب، زي فيتامين ب1 و3 و6 و12 اللي معظمهم دول مهمين جدا لاصلاح تلف الاعصاب. المعظم دول تقدر تحصل عليهم من الخميره الغذائيه، ملعقه كبيره كل يوم هيسد الاحتياج بتاع فيتامينات ب. كمان فيتامين ب12 غني جدا فين؟ في المنتجات الحيوانيه زي اللحوم الحمراء والكبده والاسماك والمحار. رقم 6 والاخيره، تناول عنصر المغنيسيوم، وافضل صوره للمغنيسيوم هو المغنيسيوم جلايسينيت، تركيز 200 ملغ مرتين في اليوم هيساعد بشكل كبير على استرخاء الجهاز العصبي وتحسين الاتصال بين الاعصاب. فلو انت كنت بتعاني من القلق والتوتر والتفكير الزياده اوفر ثينكينج، العلاج ده هيساعد بشكل كبير على التخلص من المشكله دي، وكمان هيوقف عندك استجابه الفايت اند فلايت ريسبونس، بالاضافه كمان هو هيساعد على هيوازن نسبه السكر في الدم، هيساعد على توازن نسبه السكر في الدم، ودي من الحاجات المهمه جدا والضروريه للحفاظ على صحه الاعصاب وتجديد الاعصاب عندك. بس كده كنت وصلت لحد نهايه الحلقه، اتمنى من كل قلب لحضراتكم الصحه والسلامه. لو استفدتم الحلقه دي ومهتمين بموضوع تانية كتير يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقه دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو كان عند حضراتكم اي اسئله واستفسارات بخصوص الحلقه دي والحلقات قبل كده قديمه فاتت اكتبوا لي كل اسئلتكم تحت في التعليقات، وانا هكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على اسئلتكم. ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم، واشوفكم على خير الحلقه اللي جايه.